الشيء الوحيد اللي صار عندنا ان السفن في السابق كانت تعتمد على ميناء جبل علي كهبورت لها، ولكن حاليا بالتعاون مع الاخوان في سلطنة عمان الشقيقة، ونشكرهم طبعا على حسن تعاونهم معانا وسرعة الاكشن اللي اتخذوه. الحمد لله رب العالمين، في ميناء حمد شغالين بافتتاح جميع المراحل لميناء حمد في الوقت المخطط لها وفي التوقيت المناسب إن شاء الله، ولكن حاليا ميناء حمد نفس ما نقول شغل العمليات بكامل طاقته.